بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تقدمنا باستجواب لمعالي وزير الإعلام وزير الشباب شيخ سلمان مع أخواني النواب دكتور طبطبائي وليد ومع أيضا النائب عبد الوهاب الباطن، وسلمنا الطلب والاستجواب لرئيس مجلس الأمة. احنا أول مرة نواب يقولون حق حكومة ما نبي تعزيل. احنا قدمنا استجواب، واستجواب أداة عادية من ضمن الأدوات الدستورية، لكن احنا عارفين السيناريو القادم راح يخلطون الحابل بالنابل، راح يصفون المجلس التعزيمي، راح يصفون الأعضاء أنهم جايين لغير مصلحة العامة. لكن احنا نقول ايش خايفين منه؟ محورين، رياضة وإعلام. الوزير صار له سنين لغاية أمس وهو يقول أنا ماني مسؤول عن الإيقاف، واجتمعنا معه باللجنة 3 مرات، واجتمعنا برا اللجنة وتكلمنا معاهم. الآن آن الأوان له أنه يصعد ويقول للشعب الكويتي، والشعب الكويتي يعطيه صك البراءة. أيضا في محور الإعلام، محور مهم جدا، وكان الشارع الكويتي كله يتكلم عن التخبطات الموجودة في محور الإعلام سواء كانت مالية أو إدارية. خليه يصعد ويقول ويفند هذا الأمر مو صحيح، هذا المستشار اللي عيناه مو صحيح، اللي عطينا الراتب مو صحيح، المبالغ اللي دفعناها لتلك الجهة ولا لهؤلاء الأفراد غير صحيح. خليه يطلع ويصعد، خليه يبرئ نفسه، بالعكس ما عندنا مشكلة. لكن التحجج اللي احنا راح نعرفه بالسيناريو القادم بحجج دستورية أو غير دستورية دليل على أنه أولا لا توجد لديهم حجة ويسعون للتعزيم. استجواب دستوري قدم في عمل دستوري راقي، في محاور راقية، بألفاظ راقية. إن شاء الله راح يكون استجوابنا راقي جدا جدا في طريقة الطرح، لكن راح يكون استجوابنا قوي جدا فيما يتعلق بالحجة والمنطق والمستندات. أنا رجل قانون ولا يمكن نتكلم بأي محور بدون مستندات، وهذا ما حرصت عليه وتأكدت أن كل المحاور توجد لها مستندات دامغة ومؤكدة. كل كلمة مذكورة في الاستجواب فيه مستند ورقي، وأنا أعتقد المستندات اللي موجودة لدينا ورح نطرحها بالاستجواب صادمة بمعنى الكل. المستندات الموجودة لدينا في الاستجواب، لذلك عدم صعود الوزير اتخاذ أي حجة دليل على أنه يتهرب من الاستحقاق فيما يتعلق بالاستجواب. احنا قدمنا وسوينا اللي علينا إن شاء الله. يوم 31 إن شاء الله أنا أعتقد أنها مدة كافية، ويفترض أن الوزير يصعد، كافي يعني مدة طويلة من اليوم ل 31، يعني أسبوعين تقريبا كافي أو أكثر من أسبوعين كافي أن الوزير يعد إجاباته ويصعد في يوم 31. نتمنى الوزير يصعد يوم 31 ويفند كل المحاور ويشوفون الأعضاء ويشوف الشعب الكويتي استجوابنا وأسانيدنا ومستنداتنا، ونسمع رد الوزير وتبقى ممارسة دستورية مستحقة للمستجوبين لأعضاء مجلس الأمة. مثل قانون الجنسيه مثلا، يعني امور اخرى، فما ادري شنو تفسر هذا الموضوع او يردك على بالنسبه للجنسيه. نعم. الجنسيه مثل ما تعهدنا، انا قلت في برنامج انتخابي تعهدت ان احنا نطلعها كتشريع جاهز ومتناسق، وللامانه تقدمت ايضا تشريعات كثيره فيما يتعلق بموضوع الجنسيه مع الاخوه النواب. اللجنه التشريعيه درست جميع القوانين الاقتراحات فيما يتعلق بالجنسيه وانجزتها خلال 8 ايام، وحالة لجنة الداخلية، ولجنة الداخلية على حسب الوعد أنهم بيخلصونها في خلال 5 أسابيع، وستوا حال للمجلس ودورها ماشي فيما يتعلق بالتشريع. لكن إذا كنت تقصد فيما يتعلق بإثارة القضية في البرلمان أو في قاعة عبد الله السالم، أنا أقولها لك مثل ما قال أخوي مبارك الحجرف، إحنا عندنا يعني بعد الاستشارة لأصحاب الشأن، لأغلب أصحاب الشأن حتى نكون دقيقين اللي متواصلين معانا، لأن مو كل الناس متواصلين معانا في قضايا الجنسية، اللي عندهم مشاكل بالجنسية ومتواصلين معانا، يعني طلبوا منا عدم إثارة هذا الموضوع في الفترة الحالية، لأن هناك يعني أمور قاعدة يعني تترتب في هذا الموضوع. وبالتالي الناس تسألنا وليش وليش ما تكلمتوا بالجنسية، ليش ما استجوبت بالجنسية، ليش كذا. هي القضية مو قضية حميد السبيعي ولا قضية مبارك الحجرف، قضية ناس ثانيين لهم علاقة في هذا الموضوع. يجب أن نرجع لهم في الرأي، يجب أن نسمع رأيهم، يجب أن نسمع وجهة نظرهم. عندهم وجهة نظر جديدة بالاحترام، وبالتالي إحنا اقتنعنا أن في المرحلة الحالية دورنا في الجنسية هو دور تشريعي، لكن ننتظر
ما ستسفر عنه الأسابيع القادمة فيما يتعلق بملف الجنسية، وقد يكون هناك تحرك لاحق في قاعة عبد الله السالم فيما يتعلق بملف الجنسية بعد التنسيق مع المعنيين من ذوي الشأن في مسألة الجنسية. فحد لحد يجينا يقول أنت استجوبت هني ما استجوبت بالجنسية، الجنسية ما لها علاقة في الموضوع. الجنسية شقين، فيه شق تشريعي احنا ماشيين فيه وان شاء الله خالصين فيه، اما في الموضوع حتى اثارته في قاعه عبد الله السالم او تشكيل لجنه تحقيق او تشكيل او طرحه كجلسه خاصه، يعني بعض ذوي الشان اللي هم متواصلين معانا قالوا نفضل عدم اثارته حاليا لان عندهم اعتبارات اخرى قاعد تترتب من صالحهم ومن صالح موضوعهم، وبالتالي هذا الطلب يعني احنا مجبرين ان احنا يعني نلتزم في المرحله القادمه. لكن انا اقول يعني بعد ما كلمتهم امس صبرهم يعني طال وبدوا يشعرون بالملل طول المدة عدم وصول حل، لكن ننتظر منهم إن شاء الله قريبا من خلال الأسابيع القادمة يعني نلتجع مرة ثانية ونسمع منهم شنو وجهة نظرهم وشنو التحرك لازم فيما يتعلق موضوع الجنسية. الآن عندنا استحقاق اللي هو في الرياضة، عندنا استحقاق آخر تجاوزات مالية وإدارية في وزارة الإعلام، في وزارة الشباب، في المجلس الوطني. هذه الآن هي مسؤولية، والوزارة يجب أن تصعد في أي مسألة وفي أي قضية. وإحنا نقول للأخوة النواب إذا حد يلومنا في طرحنا لهذه القضية على غيرها من القضايا، إذا عنده قضية يصعد ويقدم استجواب ويقدم أسئلته. إحنا ما نمنع أحد لا يصعد ولا من النواب أن يقدم استجواب، لكن إحنا نقول للنواب اللي تكلموا قبل ما نقدم استجوابنا قالوا هذا الاستجواب غير دستوري، أنتم ما قريتوا استجوابنا، أنتم أصلاً تكلمتوا عن محور الرياضة ولا تعلمون أن استجوابنا في محور إعلام. فنقول انطروا شوي ولا تصدرون حق زملائكم في أنهم يستجوبون، ولا تصدرون حق زملائكم في أنهم يعرضون وجهة نظرهم، لا تصدرون حق زملائكم أنهم يطرحون أسئلتهم وتساؤلاتهم، ولا تصيرون ملكيين أكثر من الملوك إذا الوزير ما تكلم عن استجوابنا. فأقول لأخوان النواب المعارضين الاستجواب ينطرون شوي لما يقرون الاستجواب اليوم، وعلى ضوء إذا عندهم شيء في قاعة عبد الله السالم يقدرون يقولون رأيهم، ونحترم رأيهم فيما يوصلون له، يبقى هي قناعات في الأخير. شكرا لك.